عبر قناة الكاس. عندنا ركلة زاوية، الملك عاد، عاد الملك، عاش الملك، عاد الملك، عاش الملك. هكذا إذن ينجح نادي قطر بالعودة وبالتسجيل هدف التعادل. التعادل يأتي عن طريق حمدي الحرباوي، حمدي الحرباوي بطريقته الخاصة وبأهدافه الجميلة بالرأس ينجح بتسجيل هدف الآن. هدف جميل وهدف رائع وهدف بالتالي يسجل من خلاله هدف جميل حمدي وبأهداف